Hey, my lovely people, I hope you're well. So today we have a new session about the house. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbayi al-kiram. We have my house today. Manzili. My house where you can see my home. Home والمأوى وhouse والphysical place. والبناية. Building. والمبنى تقول لي. Building. You can see house. Manzil. You can see apartment. شقة. You can see flat. شقة. Flat or apartment. We have house. Manzil. We have home. مأوى. The place where we sleep and eat. بسيطة نقول فيها. And we sleep in it. We have mailbox. Mailbox هو المكان الذي نلقى فيه الرسائل والرسائل البريد نقول له mailbox. We have garden. هي الحديقة. Garden. We have swimming pool. هو مسبح. نقول له swimming pool. Swimming والسباحة. Pool. هو مكان نسبح فيه. ونقول swimming pool. Hallway. قاعد طار. We call it hallway. مكان فارغ نقول له hallway. We have study. هي غرفة القراءة. Study هي أقرأ. مكان أقرأ فيه. تقول I'm going to the study. أنا ذاهب إلى غرفة الدراسة. We have attic. Attic هو العلية. الفوق. Laundry room. هو التصبين. مكان تصبين وقول it laundry room. We have cushion. هي مخدة صغيرة نقول لها cushion. مخدة كبيرة نقول لها pillow. Say pillows and we have cushion. We have chandelier. Chandelier هي داك الشيء اللي تكون الفوق تريات نقول لهم شاندلير داك الشيء يكون الفوق في السقف ويكون شاندلير او ما تريات وي هاف تي في كابينات هو تحت التلفاز الطاوله التي نحط فوقها التلفاز او المكان الذي نحط فوقه التلفاز نقول له تي في كابينات اي كان سي تلفزيون هي التلفاز تلفزيون وي هاف ريموت كنترول ريموت كنترول هي جهاز تحكم بالتلفاز ريموت كنترول then we have fireplace مكان العافية بصف انت نسخنه we call it fireplace then we have broom هي شطابة بعصاتها broom هي عصا وشطابتها العصا نقول له stick هي العصا stick we have stick Then we have air conditioner. Air conditioner هو climatizer. We call it air conditioner. You can say conditioner. We have wardrobe. هو مريد الحواج. You can say مكان نحط فيه ملابس. Wardrobe. We have dressing table. مكان الذي نلبس فيه نقول له dressing table. Poster. Poster هو الملصقات التي نلصقها في غرفتنا نقول له poster. We have rug. هي ظرفية صغيرة. We call it rug. We have mirror. Mirror هي المراية. We have lights. هما الأضواء. Lights. Towels. الفوطات. Towels هي الفوطات. Towel. Cabinet. هي الوصف إذا حطوا المعين. You can say cupboard. Cupboard or you can say cabinet. Mat. هي الحصيرة. أو أي شيء نقول له mat. شي بصف نحطها في الطر. تنشفو فوقها نقول لها mat. يمكن تكون باب الطر. Mat. We have comb. يمشط الشعر نقول لها كام We have sponge هي بونجة Dust pan بالا ديال الزبل ولا ديال الشطاب نقول له dust pan ديال الغبرة We have stick هي العصا Boiler وتشوفوا Or you can say heater مسخن Heater or you can say boiler Heater boiler We have chair هو كرسي chair Desk lamp هي الإضاءة في المكتب نقول له desk ديسك والمكتب ديسك لامب فلور لامب هي البوله اللي تكون لاصقه في الارض ديك العصا تكون فيها واحد البوله وكواليت فلور لامب وي هاف كيبورد هي الكلافي كيبورد لابتوب حاسوب محمول شخصي كان سي لابتوب وي هاف كورك بورد السبوره اللي نحطوا فيها الاعلانات نقول لها كورك بورد كالندر هي تقويم او تاريخ بوكس كتب بوكس برينتر هي المطبعة برينتر وي هاف فايل وملف فايل راك المكان الذي نحطه في الملفات وي هاف رينج هود والذي يكون فوق المدخنة الذي يخرج الهواء السام نقول له رينج هود ذن وي هاف كاونتر هي المنضدة كاونتر فوق لابابوت نقول لها كاونتر هذيك اللي لقات على لابابوت نقول لها كاونتر من ضده ديش واشر ديش ومن الاواني واشر هو اللي غسل الاواني ماكينه غسل الاواني سولت الملحه بيبر البزار ولا الفلفله وسي سولت شيكر
داك اللي تنديرو فيه الملحه بيبر شيكر وتنديرو فيه البزار وي اوف تري هي الصينيه تري تري جوسر هو داك اللي تعصر الليمون وي كول ات جوسر سو اي هوب يو انجويد ويذ مي ان ذيس سيشن اند اي ويش يو اول ذا بيست بيس اند لوف باي زاك وجوجو